اختتم اليوم 24 فبراير ذهاب دور الستاشر لدوري أبطال أوروبا بمواجهتين، الأولى هتجمع بين أتلانتا الإيطالي وريال مدريد الأسباني على ملعب أتلانتا الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وهتلعب بمباراة الإياب في إسبانيا يوم 16 مارس القادم، وتعتبر دي هي أول مواجهة بتجمع بين الفريقين في دوري الأبطال. ولكن بشكل عام لعب ريال مدريد الأسباني أمام الفرق الإيطالية في 44 مباراة، فاز منهم في 24 مواجهة وتعادل في 13 وخسر 7 لقاءات. وأكتر فريق لعب قصاده ريال مدريد هو اليوفنتوس 16 مباراة، وإيسي روما 12 مباراة، وإنتر ميلانو 4 مباريات، وإيسي ميلان 6 مواجهات، وضد لاتسيو 4 مرات، وضد نابولي مرتين. ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتشكيلة بتتكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وخط الدفاع رافائيل فاران وناتشو وميندي ولوكاس فاسكيز، وخط الوسط كاساميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، وفي خط الهجوم ماريانو دياز وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور. وبيغيب عن ريال مدريد عدد من اللاعبين للإصابة، وعلى رأسهم نجم الفريق سيرجيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما. وبيحتل نادي ريال مدريد الأسباني المركز الثاني في الدوري الأسباني خلف أتلتيكو مدريد، أما صاحب الأرض أتلانتا الإيطالي فبيحتل المركز الخامس خلف كل من إنتر ميلان وإيسي ميلان ونابولي ويوفنتوس. ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جيان بييرو جاسبريني الإيطالي المباراة بتشكيل بيتكون من كل من برلويجي جوليني في حراسة المرمى، خط الدفاع براد ديمسيتي وكريستيان روميرو ورافائيل تولوي، خط الوسط شوتالو ومارتن ديرون وريمو فيرليير وروبن جوسينز. أما خط الهجوم فبيتكون من ماتيو بيسينا ودوفان زاباطا ولويس مورييل. صعد ريال مدريد لدور 16 بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وأتلانتا صعد لنفس الدور باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة. أما المباراة الثانية فهتجمع بين فريقي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وهتقام المباراة على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ اللي صعد دور الستاشر بعد حصول على المركز الثاني خلف ريال مدريد برصيد 8 نقاط، أما مانشستر سيتي فصعد دور الستاشر بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة. من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بتشكيلة بتتكون من إيدرسون في حراسة المرمى وألكسندر زينشينكو وروبن دياز جون ستونز وجواو كانسيلو في خط الدفاع، وخط الوسط كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان ورودريجو، وفي الهجوم رحيم ستيرلينج وفيل فودين وجابريال خيسوس. وبانتهاء مباراة أتلانتا وريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي يكون كده انتهى دور الستاشر في مرحلة الذهاب، وهتتلعب مرحلة العودة يوم 16 مارس القادم. أما غدا الخميس 25 فبراير هتنطلق مواجهات ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج، وهتشهد 16 مواجهة منها إيسي روما الإيطالي مع سبورتنج براغا البرتغالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، مواجهة إيسي ميلان الإيطالي وريد ستار بلغراد الصربي أو النجم الأحمر الصربي على ملعب سانسيرو بمدينة ميلان الإيطالية، مباراة بايرن ليفركوزن الألماني مع يانج بويز السويسري على ملعب بايرن ليفركوزن، كلاب بروج البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني في بلجيكا، ليستر سيتي الإنجليزي مع سلافيا براغ التشيكي على ملعب كينج بور في إنجلترا، دينامو زغرب الكرواتي مع كراسنودار الروسي، ومانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد الأسباني على ملعب أولد ترافورد، أيندهوفن الهولندي مع أولمبياكوس اليوناني في هولندا، أياكس أمستردام مع ليل الفرنسي على ملعب يوهان كرويف في هولندا، أرسنال الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي على ملعب الأرسنال، هوفنهايم الألماني مع مولدا النرويجي، ونابولي الإيطالي مع غرناطة الأسباني، غلاسكو رينجرز الإسكتلندي مع رويال إنتويرب البلجيكي، وفيريال الأسباني مع سالزبورغ النمساوي.